ليلة البارحة أنا ذكرت بعض الخطباء وأشرت إلى أسماء، ولما ذكرت الأسماء بعض الأشخاص الذين ذكرتهم ينطبق عليهم يعني أكثر من عنوان، يعني عنوان الخطيب من جهة وعنوان العالم من جهة أخرى. إحنا لما نتحدث عنهم كنا بصدد الحديث عن كونهم خطباء، وليس بصدد الحديث عن كونهم علماء. ومن هؤلاء طبعا السيد ضياء الخباز، السيد منير الخباز، السيد محمد رضا شرف الدين، الشيخ علي الجزيري، يعني عدد من الشخصيات التي ينطبق عليها عنوان الخطيب من جهة وعنوان العالم من جهة أخرى. وبالتالي الحديث عنك خطيب هذا حديث من جهة، يعني كما يقال من حيثية. فالحديث عنهم هذا لا يعني أننا نغمض أو ننزل من مكانتهم عندما نتحدث عنهم كخطباء. يعني مثلا السيد حسين بحر العلوم كان يصعد المنبر خطيبا وينعم، وهكذا عدد من العلماء الذين كانوا يعني بدرجة من العلم متصدين للمرجعية، ومع ذلك يصعدون المنبر بل ويشاركون في النعي على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نحن عندما نقول عن شخص بأنه خطيب نقصد بأنه يمارس ما يمارسه الخطيب من النعي.